فرصة أمريكية جديدة لإيران رغم توتر العلاقات، المح إليها قائد القوات الأمريكية للمنطقة الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي قبيل وصوله إلى منطقة الشرق الأوسط في سياق جولة الوزير بمنصبه الجديد إلى دول المنطقة. تصريحات ماكنزي وإن لم تكن مكتملة التفاصيل، توحي بحسب تقارير مختصة بنهج أمريكي جديد تجاه إيران ومشروعها في المنطقة. نهج تقول مصادر مقربة من الرئاسة الأمريكية إنه مشتق من مقاربة الرئيس الأسبق باراك أوباما التي أنتجت الاتفاق النووي مع الغرب مع تعديله بصورة تستجيب لمتغيرات ومعطيات اللحظة الراهنة الرئيس بايدن نفسه لم يخف نيته في العودة إلى المسار الدبلوماسي لمعالجة الملف النووي الإيراني خيار أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في أول مؤتمر صحفي بعيد اداء بايدن اليمين الدستوريه رئيسا للبلاد. فريق بايدن مرر تصريحات وتسريبات اعلاميه فحواها ان الاداره الجديده تعتزم البحث عن حل تفاوضي مشابه لصيغه اتفاق عام 2015 بعد توسيع الاتفاق وتضمينه بنودا اخرى مثل المشروع الصاروخي الايراني ووجود طهران في المنطقه عبر اذرعها العسكريه والسياسيه. هذا التوجه بدا اكثر جديه منذ اختيار انتوني بلينكن وزيرا للخارجيه الامريكيه وهو الذي كان نائبا لوزير الخارجيه الاسبق جون كيري عراب اتفاق تموز النووي ثم تعيين ويندي شيرمان نائبه لوزير الخارجيه التي كانت اليد اليمنى للوزير كيري في مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران ورغم المعطيات المذكوره التي تتحدث عن احتماليه تفاوض نووي جديد فان موقف اداره بايدن في هذا الموضوع ما زال يلفه الغموض غير ان الرهان الامريكي ما زال قائما بشان اولويات ايران الحاليه التي شهدت تغييرا بدءا بمقتل سليماني مرورا بتفشي فيروس كورونا وصولا الى وضع اقتصادي مشلول بجانب حزمه الازمات الداخليه والخارجيه المتلاحقه وعلى نقيض ذلك قد تؤجل اداره بايدن البت في الملف النووي الايراني ومثلها قضايا الشرق الاوسط في الوقت الراهن بسبب ازمات امريكا الداخليه الضاغطه على اداره بايدن وقد لا تكون حصه المنطقه في حسابات بايدن اكثر من اداره للازمه حتى اشعار اخر مع الاحتفاظ بورقه الردع ضد ايران في المنطقه